لو الحكايه فيها ان فيتو ظاهره التحرش في المدارس. ماشي، انت عايزه بدون مراقبه قبل يكون على الطالب هو المدرس اللي ماسك المدرسه، والراجل اللي ماسك المدرسه اللي هو كان مدير او كل المدرسه، اللي كل الزوار اللي احنا سمعناه سمعناه من مين؟ مدرس بيرتبط بين مدرس بيتحرش بين دكتور في جامعه بيتحرش بالطالبه بتاعته. شو ده اللي بيحصل حضرتك؟ ما انت قبل ما تراقب الطالب او تراقب الطالبه راقب اللي ماسك المكان نفسه. الاحسن منا ان احنا نعلم الناس دينها ونعلمهم ان هو ده حرام وان اللي يعمل كده هيعاقب دنيا واخره. طيب وكم يعني لو في تعليم وفي مدرس وفي مدرسه منتظمه وكده هينشغل بالموضوع، لكن انا بشوف برضو ان لازم يكون في عقوبه رادعه. الرقابه المدرسيه بالنسبه للنجوم المدارس الاداب هو اهم شيء في المنطقه. ده بالنسبه لي اللي انا اقترح فيه ان هم يعملوا رقابه على اللبس مبدئيا وعلى مثلا الاخلاق بتاع الطلبه. واحد اتحرك كده هو متشدد ياخد جزاء، ولو طلعت هي لمؤاخذه اللي بتحرضه على التحرك تاخد جزاء. كاميرات مراقبه في المدارس هو ممكن يكون هيساعد كتير. احنا طبعا مش ما نحبش نوصل للمرحله دي، لكن مع انتشار الظاهره ديت بشكل كبير قوي الفتره اللي فاتت.